أهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة تجمعنا معاكم عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى. ومساء الخير محمد. مساء النور لولو، وتحية لكل من يتابعنا في برنامج ليالي الكويت وعلى شاشة تلفزيون دولة الكويت سواء كان داخل الديرة أو برا الديرة. حياكم الله. أكيد مواضيعنا دائما مختلفة ومتميزة. اليوم عندنا موضوع جدا مهم ويمكن شاغل شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي، اللي هو تطبيق سهل. نعم، كثير من الأمور اللي قاعد تسهلها لنا الحكومة والدوائر الحكومية قاعد يبذلون مجهود كبير عشان يسهلون الإجراءات، وإحنا أكيد سعيدين في هذا الشيء. غير تطبيق سهل، في تطبيق هويتي، نشكرهم جدا على هالتطبيقات اللي قاعد يسهلون جدا على المواطنين الإجراءات الحكومية. أكيد اليوم إذا عندك أي معاملة، أول علاقة أو أول خطوة تسويها هو موبايلك من خلال هذه التجربة. خصوصا سمو رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه حرص الحكومة كافة وفي اجتماع على الهواء مباشرة من خلال التحول الإلكتروني من الحكومة، وكافة الجهات مشكورة حقيقة تفاعلت مع هذا إلى أن أتت فكرة تطبيق سهل. وإن شاء الله مثل ما يقولون تطبيق سهل ليس تطبيق جامد ورسمي، لكن هو متطور كأن حي، إن شاء الله يكبر مع الأيام، وكافة الخدمات اللي موجودة عندنا تكون داخل تطبيق سهل. سهل راح يكون سهل، وراح نتناقش أكثر معاكم، وإن شاء الله نقدر نجاوب على جميع أسئلتكم اليوم. في ضيوف مميزين معنا، راح ندخل بتفاصيل هذا التطبيق اللي راح يساعد كثير من المواطنين وكثير من الناس في إجراءات المعاملات الحكومية بطريقة أسهل. أكيد بلا شك. وأيضا عندنا الجرعة الثالثة. الجرعة الثالثة شغلة كثير من الناس وكثير من اللغط قاعد يصير عليها. أنا بس بوصل رسالة للناس اللي قاعد تتابعني، سواء كنت صغير ولا كبير، أنت بتطعم ما تبي تطعم كيفك، لكن أرجوك لا ترسل رسائل للمحيط اللي حولك وتقول على بنا هذه مؤامرة، ولا تعطي آراء غير تخصصية من ناس غير متخصصة. فأرجو من الجميع، أنا نصيحتي للجميع حرصوا على اللقاح الموسمي حق الإنفلونزا. نعم. وأيضا الجرعة الثالثة بالنهاية لحمايتك ولصيانة هذا الوطن وسلامة المواطن. نعم، وأنا ضم صوتي لصوتك محمد، وأكيد نقول حق المشاهدين أن اليوم إن شاء الله في حلقة اليوم معنا ضيوف أكيد من المميزين، راح يقولوا لنا أكثر عن الفرق بين الجرعة التدعيمية اللي هي الجرعة الثالثة للكورونا، والفرق بين لقاح الإنفلونزا الموسمي. نعم. راح نعرف معاهم الأعراض ونوضح لكم أكثر ونبسط لكم الموضوع، وإن شاء الله تقتنعون. أكيد، خصوصا أن المؤشرات الحين الحمد لله الأمور طيبة عندنا. نعم. يعني في ركود في انتشار أو انتشار هذا الكورونا، فيروس كورونا. نعم. الحمد لله ما في عندنا أي مشاكل الحمد لله، لكن الحياة ترجع طبيعية. علشان ترجع الحياة طبيعية بشكل أكبر، نحرص دائما على اتباع كافة الإجراءات أو الأوامر اللي تعطيها وزارة الصحة. اليوم بالمناسبة عندنا فقرة جدا جميلة للزميلة زينب يوسف شعبان، وخصوصا راح تنورنا في شاشة ليالي الكويت وبرنامج ليالي الكويت زميلتنا من قطاع الأخبار صباح بدران. تابعونا حلقة جدا مميزة، وأي مشاركة على هاشتاغ ليالي الكويت، ننتظر مشاركاتكم، إن شاء الله نكون نرد على كل أسئلتكم، تكون حلقة ممتعة ومثمرة تستفيدون منها. يلا هنشوف. في ليالي الكويت، مساعد العسعوسي مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الدكتور أحمد الشطي مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية، الدكتور خالد كالندر استشاري طب أطفال. من ليالي الكويت بنكون على موعد مع سمرة غنائية. نسمع
نسمع فيها مجموعة من الأغاني الطربية مع الفنان حمد الراشد. ويا ناعم العود يا سيد الملاح يا لاعس الدار ارحم حالتي. الخميس في ليالي الكويت. يا ابوك بالبركه الله يتمم على خير عاد احنا نقدر نزعل طيبه. تجارب فنيه مختلفه، جيلين جمعهم حب التمثيل ومواجهه الجمهور وشغف النجاح. اتصلي في اخوك واسالي شوفي شو ما يقول لك. بس ما اظن نسيف يتستر على عمر اذا يسوي شيء غلط، يحبه مثل ولده مستحيل. حوار بطعم الحلوى البحرينيه يوم الاربعاء مع النجم عبد الله ملك والفنانه ازهار الحلواجي في ليالي الكويت. فايز مقدم إجازة 10 سنين بدون راتب، شو أسوي فيه هذا؟ إجازة من غير راتب 10 سنوات؟ هذا إنه قاعد. يا جماعة صدقكم إحنا وقعدين 10 سنوات. أقولك طال عمرك. خلاص يبا أحد يدق على فايز ويجيب لي أحط عيني بعين وأعرف السالفة بالضبط. كو كو. يا جماعة شكل الموضوع جد. ليش؟ هذا قاعد يمشي سلو موشن. يا جماعة لا أحد يلومني، هو مراد علي أصلاً طلع عنده راتب أعلى من راتبي. جهود الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مشاركة الجهات من وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية لتقديم خدماتها الإلكترونية عبر تطبيق سهل. المعاملات الحكومية وتعزيز كفاءة وسرعة إنجازها من خلال تطبيق سهل. عدد المشتركين في تطبيق سهل. أسئلتكم واستفساراتكم نستقبلها على هاشتاغ ليالي الكويت مع مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي الحين في ليالي الكويت. حياكم الله ويا هلا فيكم في اولى فقرات ليالي الكويت. حياك الله استاذ مساعد، نورتنا اليوم في الاستوديو. في البدايه بعد تفعيل وتطبيق سهل، تفعيله واستخدامه في المؤسسات الحكوميه من اطلاق وتطبيق في بدايه سبتمبر، شنو مميزات هذا التطبيق؟ نعم. سهل. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء نمسي عليكم على المشاهدين. بالنسبه حق تطبيق سهل، مميزاته يعني الميزة الأولى هي الإشعارات، بمعنى أن المستخدم التطبيق تصل إشعارات من الجهات الحكومية المشاركة في التطبيق، يعني بطاقتك انتهت، لسنك انتهى، عليك مخالفة، قضية من وزارة العدل، يعني أي جهة حكومية مشاركة في هذا التطبيق ترسل لك تنبيه وتحذير على أساس أنك أنت تبني عليها يعني تصرف. الميزة الثانية هي البيانات. البيانات هي شنو المعلومات مخزنة عنك في هذه الجهات، يعني أنت كم مكفول عندك أو كم عامل عندك. نعم. الرخص الموجودة عندك، بطاقتك متى تنتهي، صفتك في التأمينات الاجتماعية أنت متقاعد ولا مؤمن عليك، وشنو البيانات هذه. نعم. القصر شنو بياناتك عنها وشنو بياناتك عندهم. فبالتالي هذا بالنسبة حق البيانات. وفي موضوع المواعيد، حجم مواعيد حق الخدمات، الجهات اللي ما عندها يعني خدمات إلكترونية فممكن تأخذ موعد عشان تروح لهم تسويها بإضافة إعلانات. بالبداية كانت هذه الفكرة، لكن احنا ضفنا عليها أثناء التطوير وقبل الإطلاق بتقريبا بشهر ونص تقريبا ميزة الخدمات. نعم. أن نمكن الجهات المشاركة أن هي يعني تضيف خدماتها إلى هذا التطبيق. فبالتالي هي 5 مميزات: إشعارات، بيانات،
خدمات بالإضافة للمواعيد والإعلانات. نعم، بوجه رسالة لكل من يتابعنا في الكويت، أي مشاركة أو أي فكرة أو تساؤل عن تطبيق سهل شاركونا معنا. أكيد الأستاذ مساعد العسوسي مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ذكرت تطوير تطبيق سهل، كم استغرق وقت عشان يتم هذا التطوير؟ نعم، يعني تطبيق سهل له خصوصيته. احنا متعودين نطور تطبيقات ونطلقها مثل تطبيق هويتي. نعم. تطبيق كويت فايندر والخدمات اللي انتم تعرفونها تطلقها المعلومات المدنيه. تطبيق سهل مختلف باعتباره هو باكوره التحول الرقمي واللي رافع رايته سمو الرئيس مجلس الوزراء. فهذا الامر اعطاه خصوصيه من حيث الالتزام في انه هو يعني ينجز بطريقه وبوقت، ولهذا السبب معالي الوزيرة دكتورة غنم الفارس يعني حددت وقت لهذا التطبيق. كان في تحدي كبير أنه هو المفروض أنه يطلق خلال 3 شهور، وموعده إما الأسبوع الأول حد أقصى الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر. نعم. لكن بنفس الوقت أمام هذا التحدي معالي الوزيرة دكتورة غنم سهلتنا الطريق، اجتماعات أسبوعية مع القياديين للجهات المشاركة، تسهيل كل المعوقات والتحديات اللي تواجهنا لتحقيق هذا المشروع، باعتباره أنه هو يعني مختلف في أنه هو مو مشروع جهة. نعم. يعني مو مثل هويتي خاص بالهيئة أو مشاريع الجهات الأخرى، لا، هذا يلم الجهات الحكومية كلها وغير مسبوق يعني في المنطقة يعني المجاورة. فهذا تطلب يعني حقيقة متابعة حثيثة وتسخير للمعوقات اللي واجهتنا. دكتورنا مع الوزير حقيقة ما قصرت هذا الموضوع. كذلك سمو الرئيس كان يحضر اجتماعات اللجنة التنسيقية اللي قاعد تجتمع بشكل أسبوعي، يعني حضر معنا مرتين وكان لها أثر كبير في إما تحفيز أو توجيه وصولا إلى إطلاقه في الموعد المحدد. فالحمد لله تم إنجازه في 3 شهور تطبيق، فكان تحدي كبير مقارنة مع كل التطبيقات اللي أطلقناها. نعم، عساكم على القوة، ما قصرتها، وصراحة يعني جهد تشكرون عليه. لكن قبل إطلاق التطبيق قمتوا بإطلاقه لفترة تجريبية، كانت شنو الحاجة لهذه الفترة التجريبية؟ الفترة التجريبية يعني لما نتكلم على تطبيق سهل راح يستخدم من كافة شرائح المجتمع، ولأنه هو مرتبط بتطبيق هويتي في موضوع المصادقة. فإحنا كتطبيق سهل يعني أجرينا عليه اختبارات ضغط الأداء ومستوى الأداء. نعم. بالأدوات الفنية المتعارف عليها. تطبيق هويتي تطبيق قائم وله مستخدمين يصلون إلى 3,700,000. فالأثنين مجربين. تطبيق سهل جربنا عليه أرقام مدنية وهمية لأن في بيئة الاختبار بعد ما أطلق. تطبيق هويتي أنا ما أقدر أجرب عليه أرقام مهمية. فبالنسبة لي أنا القناة اللي توصل بين التطبيقين هم اللي أنا ما أقدر يعني أجري عليهم تجربة الأداء، لأن أنا ما أقدر أحط أرقام مدنية وهمية لأن تطبيق هويتي قاعد يستخدمونه الناس. نعم. فهذا تطلب أني أنا أفتحه للناس في فترة تجريبية، محتاج ضغط استخدام كبير عشان تبين عندي أي يعني ضعف في مستوى الأداء فيما يخص القناة اللي توصل بين تطبيقين. أنا مطمن من سهل، مطمن من هويتي كتطبيق يعني مستخدم الآن، لكن القناة هذه كانت محتاجة أن يصير فيها فترة تجريبية. عادة متعارف عليه أن فترة تجريبية في تطبيق مثل هذا مستخدم أمام يعني الشارع كله يحتاج على الأقل 2 أسبوع. نعم. فكان تحدي بالنسبة لنا أن احنا نسوي الموضوع هذا خلال 4 أيام. نعم. فبالنسبة حق الإطلاق التجريبي حقيقة أنا عندي رسالة ودي يعني من القلب إلى القلب حقيقة. تفضل. على كل من علق على 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 فترة الإطلاق التجريبي. تفضل. وصلكم الانتقادات هذه؟ طبعا هذا 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 الشيء يعني احنا ما عندنا مشكلة بالنقد البناء، لكن حقيقة أنا أعتب على كل مثقف حقيقة يعني فاهم يعني شنو إطلاق تجريبي. نعم. وله مفهوم علمي. فلما يعني شباب يسهرون الليل ويشتغلون على مدار الساعة عشان يحققون هذا الإنجاز الوطني، فإن تصيبهم سهام يعني تثبطهم وتحبطهم، يعني هذه يعني ودنا أن يكون إحنا نشجع من يعمل حقيقة، خاصة أن هذا مشروع
كان يعني تم أداءه بالطريقة الذاتية من داخل الهيئة. نعم. يعني مجهود كبير يعني تشكرون عليه. نعم. طلب. نعم. بالضبط. يعني أنا فعلا بس يعني رسالتي أن خلونا نشجع كل من هو يجتهد في يعني إضافة لبنة لهذا الوطن يعني. صحيح. فيعني هذه رسالتي، ولكن ك فترة تجريبية هي مطلوبة مثل هذا التطبيق. صحيح. لكن احنا كنا مطمنين ان راح ننطلق في الموعد المحدد، وانا هني اثمن ثقة سمو الرئيس حقيقة في ان هو رعى هذا الاطلاق الرسمي، واثمن ثقة وارتياح معالي الوزيرة دكتورنا على ان هي واثقة ان احنا يعني راح ننجح في الموضوع، لان احنا ما عودنا كمعلومات مدنية. نعم. أن نطلق تطبيق ويفشل، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. حمد. يعني لي وللعاملين حقيقة، يعني هذه رعاية الله سبحانه وتعالى هي قبل كل شيء. زين. في إنجاز هذا الموضوع. أستاذ مساعد، على طاري النقد، في بعض الناس يقولوا لك أن التطبيق سهل، الجماعة ما سووا شيء، جمعوا التطبيقات وحطوها تحت مظلة سهل فقط لا غير، ماذا تقول؟ لا طبعا مو صحيح، التطبيق سهل لا، هو التطبيقات مثل ما تفضلت أو الخدمات الموجودة. نعم. هي مستقلة أول شيء، محتاجة أن هي أنت تعرف نفسك عليها. نعم. باستخدام أدوات تعريف مختلفة، ويعني ينقصها الأمان والسرية القوية مثل تطبيق سهل باستخدام تطبيق هويتي. ثاني شيء، أنت قاعد تتنقل بين أكثر من مكان لأداء هذه المعاملة أو هذه الخدمة، فالميزة أنك أنت حطيت يعني مسار للدولة بحيث أن تكون هذه نافذة واحدة لاستقبال جميع الخدمات الحكومية. نعم. في هذا التطبيق. نعم. ينبني عليها بالمستقبل أن يكون ربط بين هذه الخدمات وتكامل رحلات المستخدم، كأنه ما ينتقل من جهة لجهة، هو قاعد يؤدي الخدمة بغض النظر عن الجهة. نعم. هذا الفكرة الاستراتيجية اللي مبنية على الفكرة. نعم. معنا سؤال من مشاركة من تويتر من حمود العلي، يسأل حضرتك يعطيكم العافية وقواكم الله، ممكن سؤال ضيفكم الكريم عن الموعد المحدد لإطلاق تطبيق سهل بزنس؟ شكرا. سهل بزنس اللي هو مختص بالشركات، صحيح؟ بالضبط. الفكرة هذه أطلقتها مع الوزيرة في الملتقى. نعم. وسهل بزنس على أساس أنه هو مثل ما احنا سوينا سهل يقدم خدمات للأفراد، الآن هذا لأصحاب الأعمال ورجال الأعمال، بالتالي الخدمات الحكومية اللي هي يعني تخدم أصحاب الأعمال من تراخيص تجارية، من خدمات الجمارك، خدمات المطاف للتراخيص، الهيئة العامة للصناعة وغيرها، تقريبا أكثر من جهة، من 20 جهة تشارك معنا الآن في اجتماعات أسبوعية يعني البدء في هذا المشروع. المشروع توا بادي، فلحد الآن إحنا في طور يعني التطوير، لحد الآن ما حددنا موعد للإطلاق. تتوقع متى يعني؟ توقعاتك بما أنك قريب من يعني لا يعني أنا أعتقد الموضوع سابق لأوانه. لأن إحنا لازلنا قاعد نتلقى يعني الخدمات من الجهات، احنا الان قاعد ناخذ من الجهات شنو الخدمات المتوفره عندهم، شنو طبيعتها، شنو جاهزيتها للاندماج داخل تطبيق سهل، شنو معوقاتهم تحدياتهم. نعم. فهذا مشوار يعني في عمل فني. نعم. تحليلي يتبعه برمجه تؤدى بطريقه محترفه، والاحتراف يتطلب ان احنا يعني نتأنى في هذا الموضوع. يمكن هذا سر نجاحكم، من الأساس قوي ومبني. نعم. على أسس علمية. نعم. الحمد لله. لكن في بعض المستخدمين في مخاوف من ناس مستخدمين التطبيق من الأمان والخصوصية وتسرب المعلومات. نعم. ما هي الإجراءات الأمنية اللي اتخذتوها علشان أن حماية الخصوصية بشكل عام؟ نعم. الناس تتخوف خاصة بال. نعم. احنا بالنسبه حق تطبيق سهل اتخذنا كثير من الخطوات، بس انا اذكر بعضها. اول شيء كتطبيق، والتطبيق هو ليس فقط التطبيق الموجود على اب ستور، هو جزء الاب ستور والبلاي ستور هذا جزء، لكن في جزء اخر موجود في البنيه التحتيه اللي هو داعم لهذا التطبيق ويوصل بينه وبين الجهات الاخرى،
وفي برامج الرابطة مع الجهات. نعم. هذه كلها كبرامج أول شيء يتم يعني نمشي عليها برمجيات تكتشف أي ثغرات. نعم. للتعامل معها. هذه أول خطوة سويناها. بالنسبة حق التطبيق الموجود على الأب ستور والبلاي ستور حطيناه داخل كبسولة تمنع إعادة الهندسة بحيث أنه لا يعرف البرنامج شلون مكتوب وبالتالي محاولة أي, أي, أي تلاعب فيه. الأمر الآخر تم الاتفاق مع شركة عالمية رائدة في هذا الموضوع لتحديها في اختراق التطبيق والبنية التحتية بالكامل. نعم. وكذلك سد الثغرات. فبالتالي إحنا الحمد لله يعني اتبعنا كل هذه الخطوات. هذا من ناحية التطبيق، غير طبعا أجهزة التشفير الموجودة وأجهزة الصد والرصد لأي محاولات اختراق للبنية التحتية للتطبيق. هذا من ناحية منظومة التطبيق. من ناحية المستخدم كذلك، هو أول شيء ما يقدر ينزله إلا تطبيق هويتي كتأكد من هوية الشخص. ثاني شيء في ميزة بالتطبيق أنك أنت تقدر تفعل الخصوصية في الإعدادات بحيث أنه حتى اللي يمسك تلفونك ما يقدر يدخل على التطبيق نفسه إلا بإدخال نفس الرمز اللي تستخدمه في فتح التلفون، لأن موجودة هنا بياناتك وشعاراتك وخصوصيتك. فبالتالي حتى لو أي أحد موجود يعني جالس قريب منك خذ التلفون ما يقدر يدخل على تطبيق سهل إلا بعد إدخال الرمز اللي أنت تحدده. فأنت تقدر تخليه مفتوح أو 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 تغلقه بالكود، هذا حسب راحتك، لكن أنت أساساً ما تقدر تنزل التطبيق إلا عن طريق هويتي. نعم. كم عدد الجهات اللي اندمجت في تطبيق سهل؟ أنا حقيقة أنا عندي سلايد بالموضوع هذا. إبراهيم الملة. يلا خلينا نشوفه عشان نتناقش وياه ويا الأستاذ. ودنا نعرف حجم الخدمات اللي يقدمها بما أنه صار كامل متكامل. نعم. الحين. نعم. أو بالمرحلة بالضبط. الأولى. إحنا بالنسبة حق أعداد المشاركة الآن إحنا قاعد نتكلم أقل من شهر. نعم. تقريبا 175 ألف مشترك أو 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 مستخدم لهذا التطبيق. ما تحس لنا شوية؟ بالنسبة حق أقل من شهر. أقل من شهر. من تجربتنا إحنا في تطبيق هويتي وكويت فايندر هذا النمو الطبيعي. حلو. بالضبط. فالناس عاد تبتدي يعني تتعرف على البرنامج والأرقام الأخرى هي اللي بعدين يعني راح تعطيك يعني حجم مدى نجاح التطبيق. نعم. بالنسبة حجم مشاركة الجهات بالتطبيق، التطبيق فيه 52 بيان. بيانات مقدمة. حلو. من ال 14 جهة الآن المشاركة في التطبيق. حلو. 136 خدمة. إحنا لما أطلقنا في نص 9 كان 124، فهو يعني الخدمات قاعد تضاف من الجهات تباعا. نعم. و145 إشعار قاعد يستلمونهم. 100 ولا 200؟ 245 إشعار في التطبيق. نعم. الآن حجم الاستخدام. حلو. عندك من أطلق التطبيق حتى الآن تم إرسال 3.5 ملايين بيان للمشتركين. تم إنجاز 81,000 خدمة ما شاء الله خلال أقل من شهر، وتم إرسال تقريبا 476,000 إشعار لمستخدمين التطبيق. نعم. فإحنا يعني هذه مؤشرات، أول شيء نجاح التطبيق ومتانته. نعم. مستوى أدائه. ثاني شيء أن الناس فعلا قاعد تستخدمه. 81,000 خدمة أنجزت خلال شهر. إحنا طبعا دائما التطبيقات لما تنزل طبيعي أن هي المنحنى مالها يبتدي تصاعد تدريجي وبعدين فجأة مثل ما صار في تطبيق هويتي. صحيح. احنا بالتدريج والان وصلنا الى 3700. هذا شيء طبيعي، هذا شيء يسعدنا صراحه يعني. نعم. بالعكس احنا نشجع الناس ان تنزل هذا التطبيق وتستفيد من الخدمات الكثيره اللي موجوده فيه. نعم. لكن التطبيق مثل ما حضرتك ذكرت ابتدى انطلق استخداما وتفعيلا في نص سبتمبر، للحين بالمرحله الاولى. نبي نعرف من حضرتك ملامح المرحله الثانيه. نعم. من اطلاق التطبيق. نعم. طبعا احنا مثل ما قلت انا هم 14 جهه. فاول شيء بالنسبه حق المرحله الثانيه ان صح التسميه المرحله الثانيه، الان بناء على توجيهات سمو الرئيس لجميع الجهات ان هي توجه خدماتها الى تطبيق سهل. فالان خاطبونا اكثر يعني اغلب الجهات تقريبا خاطبونا
ودينا ندخل بتفاصيل خدماتهم على أساس نبتدي نضمها لتطبيق سهل. هذا أول نقطة. نعم. النقطة الثانية أن الجهات المشاركة الآن مثل ما قلنا بدينا ب 124 وصلنا 136 خدمة، نبتدي تدريجيا نضيف خدمات منهم إلى تطبيق سهل. النقطة الثالثة أن إحنا نطلق شيء اسمه رحلة المستخدم. نعم. بمعنى أن من خلال التطبيق المولود أول ما ينولد رحلة إصدار البطاقة شهادة الميلاد، ثم شهادة إثبات الجنسية من الداخلية وصولا إلى البطاقة المدنية، بالنسبة حق الوافد من دخوله إلى البلاد وإجراءات الضمان الصحي ثم الإقامة ثم البطاقة المدنية. فبالتالي تحس أن المستخدم كأنه يمشي برحلة، ما يحس أنه مع أي جهة قاعد يتعامل كثر ما أنه قاعد ينجز معاملته من جميع الجهات. حلو أستاذ مساعد، إذا سمحت لي وعفوا للمقاطعة، ذكرت قبل شوي وفق البيان ولغة الأرقام هي أصدق لغة، 81 ألف معاملة وثلاث ملايين مستخدم شارك في بياناته. لا، 3.5 مليون بيان أرسل من خلال التطبيق، والبيان المقصود فيه شنو هو؟ نعم. اللي هي مثلا بالنسبة حق الداخلية شنو العمالة اللي عندك؟ حلو شنو كذا هذا؟ واضحة. هل كان هذا متوقع عندكم أنه خلال شهر فقط من إطلاق تطبيق سهل نوصل الأرقام هذه، ولا كانت الأرقام أكبر ولا كانت أقل؟ أعطني فلسفة اللي قاموا على هذا التطبيق. نعم، هو طبعا لأنها تجربة غير مسبوقة. نعم. يعني ما في تجربة أخرى أنت يعني تشوفها، لكن من خبرتنا في التطبيقات السابقة إحنا يعني أنا قاعد أشوف هذا النمو طبيعي، لكن استعداد التطبيق أنه يستوعب يعني أكثر من كذي بكثير. نعم. والناس يعني شوي كل ما أنت حطيت خدمات كل ما الناس تدي تلمس الفائدة. يعني لو نلاحظ الآن الحجم الاستخدام حتى أو عدد الخدمات اللي قاعد تنجز كل مالها قاعد تزيد بشكل تسارع وأكبر. يعني نعم، 14 جهة حكومية شاركت في تطبيق سهل. نعم. ماذا عن البقية أستاذ مساعد؟ البقية الآن مثل ما قلت لك أنهم الآن يعني راسلونا يعني أغلب الجهات. نعم. إذا مو كل الجهات الحكومية. نعم. وبدينا نخطي خطوات، اجتماعات تنسيقية، اجتماعات فنية لدراسة طبيعة خدماتهم وتحليلها تمهيدا لإدخاله في تطبيق سهل. أغلب الجهات خاطبتكم ما هي الجهات التي لم تقوم بمخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمشاركة في تطبيق سهل؟ وهذا يعتبر تأخير، خصوصا أن سمو رئيس مجلس الوزراء مهتم في هذا الموضوع، ومعالي الوزيرة مو مقصرة حقيقة، يعني نعم. طاقة نشطة. ما شنو الجهات اللي ما خاطبت الهيئة العامة للمعلومات؟ والله الأمانة أنا ما يحضرني جهة ما خاطبت، يعني أقدر أقول لك جميع الجهات، حتى الجهات الرقابية، حتى الجهات اللي هي دورها إن هي تشوف الأداء وتشوف كذا، كل حسب اختصاصه، هبة وطنية من جميع الجهات حقيقة في الرغبة في إن يكون لها دور في تطبيق سهل. الآن التحدي فني، مدى الجاهزية، شنو الخدمات المناسبة؟ بعض الجهات عندها تحديات في الخدمة محتاجة ربط آلي مع جهة أخرى، فهني عاد المسار الفني يعني إنجاز المطلوب. نعم أستاذ مساعد، في علاقة بين تطبيق سهل وقانون حق الإطلاع؟ نعم، قانون حق الإطلاع اللي هو قانون أعتقد 12/2020 اللي هو المادة الثانية منه تنص على أن لكل شخص الحق في الاطلاع على بياناته الموجودة لدى الجهات. يعني تقريبا هذا مفهوم المادة الثانية من 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 القانون. والجهات الحكومية بعد إطلاق القانون هذا الكل ألزم حقيقة بإصدار إجراءات لتفعيل هذا القانون، على أساس أنه تحط الإجراءات المطلوبة لما الشخص يطلب أنه يستفسر عن بياناته، عن أمور الإدارية إن كان موظف أو كان شخص مراجع. تطبيق سهل حقق هذا الموضوع بشفافية، هو الجهات تقدمت إلى الأمام، ما انطرت الطلب. الآن أنت قاعد تشوف بياناتك الموجودة بالداخلية وبالتأمينات وبالمعلومات المدنية أو كان حتى بالكهرباء. شنو ميزة الموضوع هذا وقوته؟ أنك أنت لو أنت معطي توكيل حق شخص، بالتوكيل هذا هو ضاف أو شرى أو حط كهرباء عليك أو أي تصرف إن كان، أنت قاعد يلك إشعار وقاعد تشوف. أنت لو بعت بيت
ولما بعت البيت وحولته لا زال اللي شرى البيت ما حول الكهرباء، انت قاعد تشوف. فبالتالي انت لو نحط في عماله انت سويت اجراء وما انعكس قاعد تشوف، فبالتالي هذه يعني مبادره من الجهات الحكوميه. نعم صحيح. وحقيقه شجاعه كذلك من الجهات الحكوميه تقول لك هذه بياناتك انت تعال شوفها، واذا شفت غلط تعال الباب مفتوح لك انك تقول شنو تفسير هذا الغلط ان كان فاما يفسر او يصلح. فهذه يعني على سبيل المثال لو عندي مثلا كفاله خادم ولا عامل مثلا سويت له الغاء او راح سافر وهو بالسيستم موجود عندي يبين عندي يكون انا على اطلاع على فوري واعرف اتابع الحاله العامل اللي عندي، فهذا يعني شيء حلو. يعني هذا هو الهدف من الموضوع. نعم. الان ممكن يكون في بعض التحديات مثلا جهه ما طلع هني عاد احنا نقول تعالي انت الجهه هذه صلح. نعم. او عدل او كذا، هذا اللي احنا نبي الجهه تقدم على تقديم خدماتها واحنا نشجعها على هذا الاقدام، والمواطن كذلك يعني يراقب ويتابع هذا الموضوع ويطلب اصلاحه. نعم. قواكم الله. من التطبيقات الموجوده ايضا على هواتفنا وعلى اجهزتنا تطبيق هويتي، من التطبيقات اللي انطلقت قبل فترة زمنية ما كانت كبيرة، لكن ما شاء الله نبي نعرف من حضرتك عدد المشاركين في تطبيق هويتي وما هو جديده، هل هو في مرحلة تطوير، في شيء قادم؟ نعم، التطبيق هويتي الآن طبعا مثل ما قلت أنا وصل مستخدمين إلى 3,700,000 مستخدم، ويعني الآن قريبا إن شاء الله بالتعاون بيننا وبين وزارة الداخلية وزارة الصحة راح يطلق إجازة القيادة كأحد الوثائق والمساندات الموجودة داخل تطبيق هويتي، بفكرة أنه يكون من ضمن حافظة مساندات الحكومية داخل التطبيق، فيعني قريبا إن شاء الله راح نشوف الموضوع هذا من خلال تطبيق هويتي. نعم. إن شاء الله. يعطيكم العافية، حقيقة شغل جبار وشهادتنا فيكم مجروحة، لكن يقال أن كل التطبيق سهل ومميزات اللي قاعد تقدم من خدمة للمواطن أو حتى المقيم عندنا هني، أن الشركة اللي قائمة على هذا المشروع كامل. نعم. ماذا تقول؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح. التطبيق من ألفة إلى ياء مبرمجين موجودين داخل الهيئة بكل مكوناته، وهذا الموضوع حقيقة أنا قريته وأصاب في مرمى حقيقة قلب كل مبرمج وكل مجتهد وكل فني داخل الهيئة وكل موظف داخل الهيئة. حقيقة كلام غير صحيح. طبعا صح اطلاقا غير صحيح. اصلا عشان ينجز في بالوقت المحدد بهذا التحدي، انت عشان توقع عقد مع شركة يبي لك اجراءات من الطرح اعداد المواصفات والطرح والموافقات والرقابة، اصلا يعني مستحيل ينجز في خلال فترة. لا، ناس فسرت شمها كفو، اشتغلت ليل نهار وثابرت والكود موجود عند الهيئة، ويعني الليل تواصل مع النهار لإنجاز المطلوب حقيقة من شباب، أنا يعني أحييهم حقيقة لإنجاز هذا المشروع الوطني المتميز. يعني شركة إشاعة لا صحيح. لا صحيح البتة. كفو والله. البتة. الله يعطيكم العافية، حقيقة شهادتنا فيكم مجروحة للهيئة العامة للمعلومات المدنية، وعلى رأسهم أكيد يعني رجل وطني وأكيد صادق ومخلص في عملك، وأكيد مع الوزيرة شهادتنا فيها أيضا مجروحة. يعطيكم العافية وقواكم الله. احنا من جانبنا نقول لك شكرا لك على حضورك اليوم، نورتنا، وإن شاء الله المشاهدين يكونون وضحت الصورة لهم على التطبيق، ونشكر من القلب كل من اشتغل على هالتطبيق هذا وكل من أشرف عليه. أنا عندي بس رسالة. تفضل. رسالة أخيرة حقيقة، أنا يعني رسالة شكر وتقدير حقيقة أول شيء للقياديين الجهات المشاركة. نعم. أول شيء على يعني مثابرتهم ومتابعتهم للمشروع للموظفين والفنيين حقيقة اللي هم كذلك ما قصروا، يعني أنا عشت معاهم على مستوى الويكند والليالي والهذا، الفرق الفنية الموجودة بالجهات الحكومية حقيقة المشاركة ما قصروا، رايتهم بيضة. موظفي الهيئة اللي طوروا التطبيق، ليس فقط اللي كتبوا البرنامج، اللي شغالين في البنية التحتية، اللي شغالين في الشبكات، اللي شغالين في أمن المعلومات، اللي اشتغلوا في ربط الجهات، اللي نسقوا
في هذه يعني إنجاز هذا المشروع، لهم كل الشكر وكل التقدير على يعني جهدهم، وشكر موصول لكم على هذا يعني اللقاء. سلم عمرك، كل الشكر لك مساعد الأسوسي مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية. شيء مؤلم حقيقة لما تشوف نجاح من مؤسسة حكومية بالنهاية يطلع لك أحد ويحط إشاعة ويقول أنه تبع شركة، للأسف أسفنا. أي والله نتألم حقيقة، حرام اللي قاعد يبثون الإشاعات. نتمنى من الجميع عدم اتباع هذه الإشاعات، وأكيد أخذ الأخبار من مصادر رسمية بالدولة الأولى. شنو عندنا؟ صحيح كلامك محمد، أنا ضم صوتي لصوتك. والحين مشاهدينا هالفقرة راح تكون منوعة ومختلفة، وعندنا بعد لقاءات قادمة، لكن الحين معنا زميلتنا زينب يوسف متواصلة معنا في فقرة تسيورة، ومعها اليوم أكيد نتشرف فيها مقدمة الأخبار والبرامج السياسية صباح البدران. نشوفه ونستكمل باقي فقرات ليالي الكويت، خلكم معنا لا تفارقون التلفزيون اليوم. وألف تحية للزميلة صباح بدران. مساكم الله بالخير. اليوم زايرين استوديو الأخبار بنتعرف أكثر على طبيعة عمل ضيفتنا صباح البدر. صباح الله يحييك وشكرا على الاستضافة. مشكورة أنت على حضورك وأنك استقبلتينا. ودي أعيش وياك تجربة تقديم الأخبار، ولكن أبي أسألك قبلها شلون الاستعداد والتحضير؟ إذا بنتكلم عن التحضير، فالتحضيرات تنقسم لقسمين. طبعا أكيد كلنا نعرف أن إحنا لازم نهتم في المظهر اللي يناسب طبعا مذيع الأخبار، هذا أولا. بعدها ندش في التحضيرات اللي تتعلق بالنشرة. التحضيرات الأولية اللي هي لازم الحضور قبل الوقت على الأقل ساعتين لقراءة النشرة والاطلاع على كافة تفاصيلها، وممكن يكون معنا ضيف في النشرة، ممكن آخر ثانية الخبر كله يتغير. فعشان كذي أن مذيع الأخبار مطالب أن يكون متابع أول بأول لكافة تفاصيل الخبر أو مجمل الأخبار اللي راح تكون معاه في النشرة. نفس ما قلتي ذكرتي بعد أن شون المظهر الخارجي، هل في ألوان معينة ما يصير تلبسونها؟ شنو من الأشياء أو المواصفات أو مثلاً كلغة جسد بعد أيضاً نبهتيني عليها لازم مذيع الأخبار يكون مهتم فيها، صحيح؟ صحيح كلامك. إذا بنتكلم عن الألوان، فيعني هذه الأمور أعتقد أن تكون نوعاً ما ترجع لذوق الشخص، ولكن إذا بنتكلم في المجمل فشيء طبيعي أن الألوان النهارية تختلف عن الألوان المسائية. يعني ما راح أطلع نشرة 9 الصبح لابسة أسود، يعني يمكن هذا الشيء يعطي انطباع للمشاهد أن لعل وعسى في خبر قد يكون محزن. وعلى لغة الجسد إذا نتكلم، مذيع الأخبار مو مطالب بلغة الجسد كثيرا. أوكي، يعني إحنا في الأخبار لو تلاحظين مذيع الأخبار عادة يقعد بهذه الطريقة، يعطي إيماء بسيط برأسه بشكل معين، ولغة الجسد ما تطلع خارج إطار الجسد. يعني ما حرك إيدي بزيادة يمين ويسار، لا، فقط في هذا النطاق بشكل يتناسب طبعا مع روح الخبر. يعني ما أقرأ مثلا خبر محزن وأنا أبتسم، ولا أقرأ مثلا خبر مفرح وأنا مثلا معطية انطباع أنه متضايق حزين او متضايق. وبعد في ناس، يعني معظم الناس ممكن تشوف ان يعتقدون ان مقدم الاخبار
شيء سهل وبس قراية، هل هالشيء صحيح؟ يعني يمكن الكل يجهل هذه المعلومة، إنه هو يعني على عاتقه مسؤولية كبيرة، الوسائل الرسمية عليها مسؤولية كبيرة، فأنا لين أطلع ألقي الخبر فأنا قاعد أعطي هذا الخبر بشكل رسمي، المتلقي ينتظر مني التفاصيل الصحيحة والمؤكدة حول هذا الخبر، والخطأ غير مسموح. طبعا هذا ما يلغي انه ممكن زلة لسان، يعني بدلية ممكن تروح صح كذي بالغلط، هذه امور واردة يعني، وبالنهاية احنا بشر والخطأ وارد يعني صحيح. وبعد اللي يسمع الاخبار ساعات يسمع نشرة اخبار ويسمع موجز، شنو الفرق بينهم؟ موجز الأخبار ممكن نعرض فيه الأخبار بشكل مثلاً نقول تشويقي مثلاً، بحيث أن المتلقي ينطر التفاصيل، تفاصيل هذه الأخبار في النشرة. تحسين أن ممكن طبيعة عملك كمذيعة أخبار يأثر على جانب الشخصي من حياتك؟ يعني هو يأثر إلى حد ما أكيد، ولكن يعني ما يلغي شخصيتك. أغلب الناس يعتقدون أن مذيع الأخبار دمه ثقيل، هذا أبداً مو صحيح. صح. يعني يمكن تلقين يعني مذيعي الأخبار يعني دمهم خفيف بشكل يمكن الناس ما تتخيله. لاحظنا آخر فترة إقبال الشباب أكثر على تقديم الأخبار. صحيح، وطبعاً وزارة الإعلام مشكورة لأنها دائماً تسعى لاحتضان المواهب الشابة، وبدوري أكيد أشكر وزير الإعلام الأستاذ عبد الرحمن المطيري وكل مسؤولينا وكيل قطاع الأخبار الأستاذ سعود الخالدي على احتوائهم للشباب ودعمهم الدائم والمتواصل للشباب في وزارة الإعلام وتحديداً في قطاع الأخبار. كل الشكر صراحة لجميع الداعمين للشباب. وكل الشكر لك. وصلنا لنهاية فقرتنا اليوم وتجربتنا بتقديم الأخبار. نشوفكم على خير، مع السلامة. فايز مقدم إجازة 10 سنين بدون راتب، شو أسوي في هذا؟ إجازة من غير راتب 10 سنوات؟ هذا إنه قاعد. يا جماعة صدقكم إحنا وين قاعدين؟ 10 سنوات. أقولك طال عمرك. خلاص يبا أحد يدق على فايز ويجيب لي أحط عيني بعينه وأدب السلفيتة بالضبط. كو كو. يا جماعة شكل الموضوع جد. ليش؟ هذا قاعد يمشي سلو موشن. يا جماعة لا أحد يلومني، هو مو راد علي، أصلاً طلع عنده راتب أعلى من راتبي. شاركونا على هاشتاغ ليالي الكويت. بس عمي حبيت اقول لك ان باكر عرس اختي بوتينا، اتمنى انك تحضر. اكيد يا ابوك بالبركه، الله يتمم على خير، عاد احنا نقدر نزعل طيبه. تجارب فنيه مختلفه، جيلين جمعهم حب التمثيل ومواجهه الجمهور وشغف النجاح. اتصلي في اخوك واسالي، شوفي شو بيقول لك. بس ما اظن ان سيف يتستر على عمر اذا يسوي شيء غلط، يحبه مثل ولده مستحيل. حوار بطعم الحلوى البحرينيه يوم الاربعاء مع النجم عبد الله ملك والفنانه ازهار الحلواجي في ليالي الكويت. تفعيل مفهوم الشراكه وخلق فرص استثماريه مع القطاع الخاص، والحديث عن المطور العقاري ومشاريع قادمة مع هديل بن ناجي نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، غدا في ليالي الكويت.
اليوم العالمي للصحة النفسية ومع عودة أبنائنا الطلبة للمدارس، بنتكلم عن الآثار اللي سببتها جائحة كورونا على صحة أبنائنا وسلوكياتهم، الجرعة الثالثة التنشيطية وأهميتها، والفئات اللي تتلقاها، وآلية أخذ المواعيد لتلقي الجرعة الثالثة التنشيطية لضمان عودة آمنة للحياة الطبيعية. كل هذا وأكثر مع الدكتور أحمد الشطي، مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية، الدكتور خالد كلندر، استشاري طب أطفال، الحين في ليالي الكويت. أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في ليالي الكويت. البعض قد يكون متردد في أخذ الجرعة الثالثة من التطعيم واللقاح، وفي بعضكم لا زال متردد في أخذ اللقاح بشكل عام. في تساؤل آخر يقول دام أن اليوم صار وضع كورونا بانحسار لله الحمد، ليش الواحد يأخذ جرعة ثالثة؟ كل الأسئلة هذه بنجاوب من ناس مختصة، وأتمنى اللي متردد يتابع علشان يكنسل هذا التردد ويمشي بالنهاية، لأن هذه حقيقة مسؤولية وطنية بالنهاية لصيانة هذا الوطن وسلامة المواطن. معي في ليالي الكويت اليوم الدكتور أحمد الشطي، مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية، والدكتور خالد كلندر، استشاري طب أطفال. أهلا بكم ومنورينا حقيقة. يا أهلا وسهلا، تحية لك لأسرة البرنامج والأخوة والأخوات المشاهدين. حياك الله دكتور. هلا والله، ومساكم الله بالخير ومساء الخير والصحة والعافية عليكم وعلى سادة المشاهدين. الدكتور أحمد، ليش جرعة ثالثة وإحنا اليوم أمورنا فوق التمام لله الحمد؟ فوق التمام يستحق حقيقة أن نوجه تحية وتقدير. التحية حقيقة للجهود الهائلة اللي قامت فيها الحكومة ومن خلال ذراع تنفيذي اللي هو وزارة الصحة. نعم. اليوم احنا نتكلم عن مناعة مجتمعية تقريبا وصلنا لها بتطعيم حوالي 75% من المجتمع، الحمد لله. في بنى تحتية اليوم عندنا أكثر من 103 مركز للتطعيم، نتكلم عن إقبال منقطع النظير، وكل ما يقال عن ممانعة وتردد وكذا، هؤلاء أصبحوا أقلية. نعم. فبالتالي لا نريد أن نعطي الموضوع أكثر من حجمه. ليش الجرعة الثالثة؟ الجرعة الثالثة لأن الكويت لا تعيش في جزيرة معزولة، إحنا نتابع الأمور اللي قاعد تصير على مستوى العالم، نستفيد من التجارب، نرصد كل الأبحاث والدراسات، وما عندنا أغلى من الإنسان في هذا البلد. فبالتالي الآن نلاحظ اللي خذوا فايزر بعد مرور 6 أشهر الدول والجهات المصنعة بدأوا يتكلمون أنه من المصلحة أنه يأخذون ما يسمى جرعة تنشيطية. هذه ليست بدعة، يعني حتى إنفلونزا الموسمية اللي احنا ناخذها سنويا هي جرعة تنشيطية يتم مراجعتها والاستفادة من مما يستجد من خلال التجربة. سؤال أنا أجاوب عليه قبل لا تسأله، اللي هو اللي خذوا أسترازينيكا أو أوكسفورد، هؤلاء حقيقة المدة اللي هم منعتهم أطول من الحالية، لكن في كل الحالتين السبلاي أو ما يتوفر من اللقاحات هي اللي راح تحكم. احنا فخورين حقيقة أن الآن بدينا في هذا التوجه وفي هذا البروتوكولات اللي تحاكي حقيقة ما جرى في أمريكا من أنه كل واحد فوق 60 يأخذ جرعة تنشيطية، وفي أوروبا أعلننا الأسبوع اللي فات من أنه كل واحد فوق 18 ممكن يأخذ مثل هذه الجرعة. طبعا بدأنا قبلها باكرا قبل 3 أسابيع بإعلان أنه الشرائح الأكثر يعني عرضة هم الأفضل أنه نبدأ فيهم، فأخذنا العاملين بالفريق الطبي، أخذنا اللي فوق 60، وأخذنا من ذوي الأمراض المزمنة خاصة اللي عندهم أمراض المناعة. فبالتالي إحنا ماشيين في تناغم مع ما يجري في العالم، وفخورين بأن نقدم هذه الخدمة راس براس مع كل الأفضل والأحدث على مستوى العالم. نعم. دكتور خالد، ودنا نسأل حضرتك الحين مع عودة أبنائنا الطلبة من فترة وجيزة للمدارس، أثر هذا الشيء جائحة كورونا على نفسياتهم وعلى حتى مهاراتهم؟
طبعا يعني فرحتي بعوده الاطفال المدارس يمكن اكثر من الاطفال نفسهم بعض الاحيان. كوني طبيب اطفال مهتم في الصحه العامه للطفل وصحه المجتمع. التاثيرات اللي طرت على الأطفال تعدت مرحلة التأثيرات الصحية المباشرة على الأطفال، وخاصة الفئة العمرية الصغيرة اللي أعمارهم بين تحت 7 سنوات مثلا، هذلك تأثروا يمكن أكثر شيء. كونهم في مرحلة تطورية تعتمد بشكل أساسي على البيئة واللي يأخذونه من البيئة من إشارات وتفاعلات بينهم بين أقرانهم وبينهم بين مدرسينهم أساس يتطورون وينمون سواء على الناحية الاجتماعية أو الناحية النفسية أو الناحية السلوكية والمهارية. وبالتالي وجودهم في بيئة كانت قلقة صح، خاصة بداية الجائحة، بيئة قلقة، بيئة فيها كمية من الضغط النفسي لأن احنا نعيش في مجهول، وبالتالي من الطبيعي ان نشوف هذا الضغط النفسي يكون لآثار سلبية على الطفل. هناك بعض الضغوطات اللي يتحملها الطفل، ويمكن ضغط حميد نسميه ضغط بوزيتيف على قولتهم، اللي ممكن يدفع الواحد انه يروح يدرس مثلا اذا خايف من امتحان ولا شيء كذي. هناك ضغط ممكن يتحمله الطفل لما ينجرح، لكن هناك ضغوط نفسيه لها اثار سلبيه تمتد على مدى الزمان. شلون؟ خلينا نتخيل بس نفسنا في اي موقف مفزع، حادث سياره مثلا ولا داشين امتحان مثلا، زين شنو الاشياء الطبيعيه اللي نحس فيها؟ ممكن نحس في رقعة بالقلب، خوف صح، رجفة ممكن. تخيل الطفل اللي صار له سنة ونص تغير روتينه، وقفت المدارس، انفصل عن أصدقائه، بعض الأحيان فقد أحد أحبابه سواء عن طريق الكورونا ولا غيره من الأمراض. وجوده في هذه البيئة دون دعم إنزين يعني يشكل خلل في هرموناته، الكورتيزول يصعد، الأدرينالين يصعد، مما يعني ينتج مضار نفسية سلوكية وأيضا صحية قد تكون يعني، وهذا اندرست يعني في يعني في شكل واسع، أثر الضغط النفسي والضغط البيئي على الأطفال يمتد إلى مدى العمر. فنشوف هذول الأطفال لما يكبرون فرصة أن يحوشهم أمراض قلب أكثر، مشاكل تنفسية أكثر، حتى جهاز أمراض مناعية، وحتى يعني توصل ممكن حتى إلى سرطان، معدلات سرطان صار عندهم أكثر. فمن المهم مراعاة هذه الأمور في هذه المرحلة اللي على قولتهم تقليل من آثار الجائحة النفسية والهرمونية اللي صارت اللي مر فيها الأطفال، من خلال عودة تراعي هذه الأمور ويعني وتهتم بالجانب النفسي والجانب الصحي والجانب التطور السلوكي عند الأطفال. نعم دكتور أحمد الشطي، برجع معك مرة ثانية في موضوع حقيقة يعني أتألم منه أنا شخصيا. دائما الناس تتفلسف في مواقع التواصل الاجتماعي مع احترامي للجميع، لكن يعني وكأنه هو مختص وطبيب مختص يقول لك ما له داعي اللقاح، ليش تاخذ تحط شيء بجسمك جديد، انت ممكن تاخذ الفيروس كورونا عادي طبيعي وتتشافى. ماذا تقول اللي دائما يتصدر قد يكون مصدر اشاعه يعني او ياخذ اراء غير موثوقه؟ شوف احنا في الكويت نفخر بان عندنا راي وراي اخر، ونفخر بان الناس عندها ذكاء بحيث انها تفرز، وكل من يعني بدأ بالتشكيك في هذه الأمور كان يتصلون فينا سرا يطلبون موعد للتطعيم. ما شاء الله. يعني أنا أعرف مجموعة منهم، لكن في النهاية حقه يفكر مثل ما يبي، إحنا الأرقام والحقائق تتكلم. هناك الآن إذا كان أول واحد يتصل الحين عشرات يتصلون يبغون يقدمون مواعيدهم، هناك يقول لك أنا مستعيل عندي كذا. فالآن إحنا قاعد نلاحظ في مركز أرض المعارض بس في يوم واحد وصلنا حوالي 30,000 واحد طعمنا. عندنا كمية من المعرفة قوة، والمعرفة هني مو بس في العلم لكن حتى في الأرقام التليفونات، في الأعمار، في الوظائف، في الجنسيات، في 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 كل هذا. ففي لحظة يسرون الشباب يطرشون يوم ثاني حق 10 أو 20,000 يوصلهم عيون هؤلاء اللي يعني رأوا إنه يضعون العصا في الدولاب خسروا المعركة. اليوم احنا لما نتكلم بالحقائق والأرقام، نعزو الوضع اللي حنا فرحانين فيه بأنه الإصابات قلت، دخول المستشفيات قل، العناية المركزة قلت، الوفيات قاعد يمر علينا أسبوع بدون ولا وفاة، هذا ما كان ليكون وبالدليل العلمي لولا التطعيم.
لولا التحصين. أنا اليوم أقرأ لي يعني دراسة قادمة من كندا كلها تكلم أن كلما زاد التطعيم قلت كل الآثار الجانبية هذه. أنا كمختص، كقيادي، كناشط مجتمعي، كواحد مسؤول عن المجتمع، أريد أن أسلط الضوء على هذه الأشياء، ومن أراد أن يمارس حقه في التعبير عن نفسه خلنا نضع في حجمه الصحيح، ما نريد أن نضخم ما يقول، لأن تكلموا عن جينات، تكلموا عن سرقة هويات، عن 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 حتى هذه تعدت الخيال العلمي في بعض جوانبه. لكن حقهم يفكرون، وإحنا في الكويت مثل ما قلنا في رأي، في رأي آخر، ما نحجز على الرأي الآخر، لكن التعاون اللي وجدناه من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي في حق المعرفة لعمل القرار المستنير هو حق المواطن في الكويت. اليوم احنا نتكلم عن الجرعة الثالثة، ترى ما راح ناخذ واحد من ايدنا نودي نرسل له رسالة، وهو حقه انه يختار، بس اللي قاعد نلاحظه اشياء مبشرة وايجابية، ان هناك تسابق، ان هناك اصرار واسئلة اكثر. متى موعدي؟ قل له يا معود انطر 6 اشهر، يقول لا خاف يعني يصير شيء ثاني، بس هذه من ضمن الاشياء اللي تفرحنا. انا امانة كمختص في ناشط مجتمعي صح التعبير أضع في جمل صحيح، ولا أرى حقيقة تسليط الضوء عليها بقدر ما أنه نفتح الأبواب، نستعرض الخدمات وندعو الجميع للتمتع فيها من أجل صحتهم، صحة من يحبون، ومن أجل صحة الوطن. ما شاء الله. نعم دكتور، يعطيكم العافية على المجهود اللي قاعد تسوونه. يمكن مع بداية فتح التسجيل للجرعة الثالثة ممكن تكلمنا عن النسب التقريبية على الإقبال؟ والله يعني احنا الجرعة الثالثة بدوها قبل 3 أسابيع. انا يعني ما املك هذا، بس اللي قاعد اشوفه ان احنا ننتقل من مرحلة الى اخرى حسب استنفاذها. يعني نقول في استقبال، اكيد يعني في قبول وفي استقطاب، واليوم احنا لما الجرعة الثالثة وجهناها للشرائح الثلاثة، عقبها ب3 أسابيع فتحنا لل18 سنة وما فوق. فهذا دليل إن إحنا ودنا نطعم الناس كلهم، ما دام في تدفق في اللقاحات، وما دام في ننتقل لمرحلة إلى هذه، إحنا ما ندخل مرحلة إلا عقب ما نستنفذ المرحلة الأولى. فأنا ضمنا أقول إن نجحنا في المرحلة الأولى، الحين داخلين في المرحلة الثانية اللي هي حق 18 ودواليك، وراح نتوسع مثل ما قلت لنا، عندنا جنسيات، عندنا عناوين، عندنا 103 موقع للقاحات منتشرة على مستوى المحافظات وكل الكويت. فبالتالي أنا متفائل جدا أن هذه الوتيرة راح تستمر، وإن شاء الله إن شاء الله المناعة المجتمعية اللي احنا وصلنا لها 75% إن شاء الله توصل 80% و90%. لكن هذه الأرقام التراكمية موجودة عند مركز معلومات بالوزارة يصرح فيها شخص واحد حتى ما نعمل شوشرة. فإن شاء الله تصلكم الأخبار عاجلا بكل ما يسر، فضل جهودكم إن شاء الله بإذن الله. دكتور خالد، شنو رأيك بالفئات العمرية اللي مؤهلة للتطعيم؟ يعني بدأوا يأخذون اللقاحات في عمر صغير الأطفال، فتقول لنا عن رأي حضرتك. ممتاز. فطبعا رأيي أنا يعتمد على الأبحاث العلمية، ويعني المراجعات العلمية اللي صارت على أبحاث الأمان والفعالية على التطعيم. تم التصريح في استخدام التطعيم فايزر أو الأمارني وأيضا مودرنا الفئات العمرية من 12 سنة بما فوق، وهذا بعد الرجوع حق الدراسة اللي عملت اللي شافت مدى أمان ومدى فعالية هذا اللقاح حق هذه الفئة العمرية. طبعا كان هناك حاجة لتطعيم تزامنا مع عودة الأطفال للمدارس، فلما يردون الأطفال أو المراهقين للمدارس فرصة انتقال الميكروبات طبعا تزيد بينهم، كونهم يختلطون ويعني مع بعض، يكونون موجودين في أماكن مغلقة لفترة طويلة. هناك أيضا متحورات جديدة غيرت المعادلة. في البداية رأينا أن فيروس كورونا خفيف على الأطفال، نادرا ما يصيبهم بمرض شديد، دخول المستشفى أمر نادر كان، وكذلك دخول العناية المركزة أمر نادر. ولكن مع وجود المتحورات الجديدة خاصة متحور دلتا، شفنا هناك قفزة في عدد الإصابات بين الأطفال والمراهقين، وبالتالي كان هناك حاجة لوضع حلول، وأهم هذه الحلول طبعا هو التحصين.
اللي شفناه هناك كان إقبال جيد لهذه الفئة العمرية، ويعني عدد كبير منهم تلقى تحصين كامل، وبالتالي عودة أأمن إلى المدرسة. أيضا هناك دراسات تجري حاليا على الفئات العمرية الأصغر من 5 سنوات فيما فوق، وأيضا من 6 شهور فيما فوق، والمتوقع إن شاء الله يعني الموافقة على هذه الدراسات ربما نهاية الشهر في أمريكا، وبعدها في دول العالم لما يتم الموافقة عليها راح نشوف استخدام أوسع لهذه الفئة العمرية. وفعلا هناك حاجة، لأن قاعد نشوف أن الأعداد زادت في بعض الدول اللي فتحت أكثر وردت، مثلا بريطانيا عقب ما فتحوا المدارس شفنا ازدياد متزامن في حالات الإصابة عند الأطفال، وأيضا حالات المضاعفة الناتجة عن مرض كورونا كما نشوفها يمكن في بداية الجائحة. نعم دكتور أحمد، في عندنا من أخونا عبد العزيز الشارخ يقول هل سيكون التطعيم الثالث شرطا للسفر؟ يعني ممكن تأخذون إجراءات في وزارة الصحة أو في لجنة الطوارئ في مجلس الوزراء يكون اللي ما يأخذ الجرعة الثالثة ممكن ما يسافر أو غيره؟ شوف وتيرة القرارات متسارعة حسب المستجدات. أنا لو تسألني أقول لا، لأن الناس اللي أنت قاعد تتكلم على جرعتين كحد يعني خلينا نقول أدنى للسفر للتنقل كذا كذا، حتى منظمة الصحة العالمية تقول أن الجرعة الثالثة فيها نوع من الأنانية، في دول تأخذ جرعة ثالثة وفي دول لما الحين ما أخذت الجرعة الأولى، فبالتالي أنا أستبعد حقيقة أن الجرعة الثالثة تصير كذا. بس أنا إذا كان هو يبحث عن مبرر عشان يطعم أنا أقول له طعم، بس كذي لازم تكون فوق 60 أو تعمل للقطاع الطبي أو أن لا سمح الله عندك مرض مزمن في هذه الفترة، لكن القادم ربما يشمل الجميع. نعم برجع حق الدكتور خالد، اليوم يعني ما هو دور الأسرة خصوصا في مجال التعامل مع طفل في إعادة تأهيله بعد تداعيات كورونا، سواء كانت الصحة النفسية أو يعني الانعزال فترة من الفترات، شنو ممكن الأسرة تقوم فيه كتأهيل الأطفال؟ فبداية يعني أهم شيء نسويه يمكن أن على قولتهم acknowledge، يعني نقول أن هناك مشكلة، نشوف أن نراقب السلوك الطفل، نشوف نراقب التغيرات على الطفل، ونحاول نتعرف إذا كان هناك أي مشكلة أن هي موجودة ولا لا. فإذا شفنا نعرفها دكتور، أنا ما عندي يعني طفلنا ما حد يعرفه، يعني أنا كأبوك أو أي أم ما حد راح يعرف الطفل أكثر منه، صح؟ هل يواجهون بعض الخمول؟ صح صح يعني أراقب تحركات، أراقب تحركات الطفل. نعم. التغيرات في تصرفاته، تغيرات في في سلوكه، بعض الأطفال شفنا عندهم عدوانية زادت، بعض الأطفال شفنا عندهم فرط الحركة زاد عندهم، بعض الأطفال شفنا عندهم انعزال قاموا يحكرون نفسهم أكثر، مجابلين الفيديو جيمز طول اليوم. نعم. بعض الأطفال شفنا عندهم حركات ممكن تشكل قلق، فتثقيفنا احنا كآباء انزين في هذه السلوكيات اللي ممكن تكون غريبة على طفلنا، انزين الخطوة الأولى انزين وقت ما عرفناها نحاول ندعمه لسنا على قولتهم نسبة حق طفلنا إنزين، ونشوف شنو الاعتقادات اللي قاعد يفكر فيها ولا شنو التساؤلات، لأن إحنا نعيش الحين في عالم معلومات مفتوح. نعم. كمية المعلومات الموجودة قد تشكل جائحة ثانية بروحها. أطفالنا عندهم دخول حق هذه المعلومات، صح؟ عندهم خاصة المراهقين مثلا عندهم تويتر، عندهم كل الشيء هذه موجودة، عندهم معلومات من زملائهم ممكن أو من أصدقائهم من أحد ثاني من العائلة، قد تكون هذه المعلومات مصدر للقلق عند الطفل. نعم. نحاور الطفل، نعلمهم، نسولف وياهم، إنزين نفهم شنو المفاهيم اللي عندهم ونحاول نصححها. وبعض الأحيان إذا شفنا لا والله الاضطراب يعني يؤدي إلى أن الطفل يعني قاعد قاعد ما يخلي سلوكه أو قاعد يعني يمنعه من يعني نشاطه اليومي، يمنعه من وجوده بالمدرسة ولا من أداء الأكاديمي، مو عيب أن نروح نسأل طبيب الأطفال، نسأل أخصائي نفسي، استشارة. هناك يعني جهات يعني حكومية وغير حكومية وفرت يعني خطوط ساخنة للتعامل مع هذه المشاكل. النقطة الثانية المهمة أن نحاول نرد الروتين ولو بصورة على قولتهم جديدة حق حياة الطفل، تنظيم حياة الطفل، أن يصير أكو
يعني خلاص كل يوم نقعد الساعة الفلانية، حتى بالأيام اللي ما قاعد أروح فيها المدرسة نقعد الصبح مبكر، يعني ما نغير نومة الطفل، نرد الروتين حق حياة الطفل، نرد الأنشطة البدنية حق حياة الطفل، نرد الدعم الأكاديمي والدعم العلمي حقه مرة ثانية، صح؟ إنزين يعني ورانا واجبات نتابعها حتى بالأيام اللي إحنا أوف فيها ما قاعد نداوم فيها المدرسة، لا نستمر على الراجع للدروس اللي خذيناها. وجود روتين في حياة الأطفال يساعدهم بصورة أساسية لتطورهم وتغلبهم على مشاكل كثيرة. كذلك نحاول نخرطهم مع زملائهم كثر ما نقدر، حتى يعني هم بالمدرسة محكورين شوية بالصف، إنزين نحاول نتواصل يظل مع زملائهم حتى برا الصف، حتى بالأيام اللي هم قاعدين فيها كثر ما نقدر. وجودهم مع الأطفال غيرهم ونقاشهم مع بعض، وبعدين نسولف وياهم عن هذا النقاش، نعدل المفاهيم. كل هالخطوات هذه ممكن تساهم في الحد من التأثير النفسي والتأثير السلوكي والأكاديمي اللي شفناه على الأطفال أثر هذا الجائحة. نعم، لكن ماذا عن الأهل؟ بعض الأهل متشددين حيل مع عيالهم، وايد متشددين على عيالهم، وبالعكس هم اللي يعني خلينا نقول مو مخلين عيالهم ياخذون راحتهم أو إن يرتبون حياتهم أو إن حتى يختلطون مع زملائهم بالمدرسة، وقاعد مثل خلينا نقول يحطونهم بقوقعة خوفا عليهم. شو توجه لهم رسالة؟ شلون خليهم ينخرطون أيضا في المجتمع مرة ثانية وترجع حياة ونشاطهم الطبيعي بدون خمول وبدون صح؟ فاحنا شفنا على قولتهم الكفتين، بالناس يخافون على عيالهم زياده عن اللزوم، ناس حكرين عيالهم مثل ما تفضلتي، وناس كلش مخلينهم كانه ما في جائحه، كانه ما عايشين بجائحه احنا. فهو طبعا الاصح انه يكون الحل الوسط، يعني هناك اختلاط بين الاطفال ولكن ضمن حدود، يعني في تباعد اجتماعي، يعني انا مو شرط ان الاطفال مع بعض ان لاصقين مع بعض او لامين بعض، يعني بس يكون تباعد اجتماعي، بس يأخذون يعطون مع بعض، وجودهم بنفس المكان يعطيهم دعم نفسي ودعم عاطفي ايضا. وبنفس الحزه ما نبيهم كلش محكورين، ما نبيهم فاتحينها بنفس الحزه، ما زال هناك حالات وان كانت قليله، وما زال الخطر موجود على الاطفال وان كان قليل، خاصه اللي الفئه العمريه اللي ما شملهم التطعيم بوجود الدلتا، لكن لازم حذر، يعني لازم نرد بحذر على قولتهم. بس نطمن الاهل، نطمن الاهل، الحالات ما زالت جدا قليله عند الاطفال، مضاعفات ما زالت جدا قليله مقارنه مع الكبار، ولكنها موجوده. فبالتالي على قولتهم الرد بذكاء، الرد بذكاء، يعني ما نفلت كلش عشان ما ندش بموجه جديده بعد يكون سببها عوده الاطفال حق المدارس، وما نرد حق النقطه اللي ما كلنا ما نبيها، اغلاق المدارس مره ثانيه مثل ما صار بعض الدول، بعض الدول بطلت المدارس وسكرت يمكن 4-5 مرات. فان شاء الله يعني احنا مع التطعيم ويعني نسبه التطعيم ان شاء الله ما نرد حق هذا. نعم. ان شاء الله. دكتور احمد، يمكن امس كان يصادف اليوم العالمي للصحه النفسيه تحت عنوان الصحه النفسيه حق للجميع، لكن بعد الجائحه، بعد جائحه كورونا، يمكن صارت ضروره مو رفاهيه. شنو تعليقك على هذا؟ احسنتي، يعني الان كثير ينقال ان لا صحه بدون الصحه النفسيه، صحيح، وان الصحه النفسيه ضروره وليست رفاهيه، وان هي حق للجميع، وهذه كانت ذروه تم يعني تسليط الضوء عليها في اليوم العالمي للصحة النفسية، استجابة لتوصية طلعت في مايو يعني الماضي في الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية. خلال جائحة كورونا وجدوا أن هناك فعلا هناك عبء كبير جدا على نفسية الفريق الطبي، وجدنا يشتغلون ساعات طويلة، فرص قليلة، السفر ممنوع عليهم، أدى إلى اكتئاب، إصابات، وفيات، احتراق وظيفي. فكان هناك حاجة إلى أنه الالتفات لهم، هم دائما معطائين، يعني يعطون ويدادون ويديرون بالهم على الناس، فكانوا بحاجة إلى من يدير بال عليهم. في الكويت احنا نفخر بأنه كان هناك أرقام ساخنة توفر لهم الدعم، خاصة نحن عندنا جاليات قد لا يكونون في بحبوحة الارتداد العائلي المجتمعي اللي هم يحتاجونه. هذا جانب. الآن عندما نتكلم عن على مستوى العالم، لا شك أن واحد من كل 5 على مستوى العالم يعاني شكل من أشكال اضطراب النفسي. وهني أحذر حقيقة أنه لا يفهم، مثل ما سألني أحد الزملاء الإعلاميين، أنه هذا شيء مرعب، يعني واحد من كل 5 في الشارع ممكن يكون خطر. وهني في فرق بين أنك أنت تعاني وبين أنك تكون خطر.
يعني جل الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية ليست بالضرورة خطر على المجتمع ولا على سلامة الشخص ولا على الأسرة، لكن اليوم تطور العلم، تطور العلم بحيث أنه في اليوم كان بفترة من الفترات المريض النفسي كان وصمة يخشى منه أو يتم عزله. اليوم لا، اليوم أنت تقعد في أماكن عامة وتجد الناس تتعامل مع هذا الشيء، عندنا توتر، عندنا قلق، عندنا اكتئاب، عندنا يعني قلة نوم، كل هالأمور هذه ممكن تراجع فيها الطبيب النفسي. والمفاجأة لما كنا في المحاضرة واحد الزملاء قال حنا عندنا حوالي 600 واحد يراجعون شهريا عيادات الطب النفسي، لا أقول مركز الطب النفسي، وهذا يبين لنا أن حنا عندنا بنى تحتية جميلة جدا. يعني حنا مستشفى، أول مستشفى للطب النفسي في الخليج بني في الكويت 1955. ما شاء الله. اليوم الطب النفسي عندنا 700 سرير، عندنا عيادات الطب النفسي مو فقط في مركز الكويت للصحة النفسية، لكن موجود في كل المستشفيات العامة، موجود في معظم مراكز الرعاية الصحية الأولية، وأصبحت الناس تتجه. يعني مضطريف أيام الحظر الكلي كان هناك مستشفى ميداني في المهبولة في 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 المنطقة، يعني منطقة الأحمدية الصحية، كان هناك عيادة نفسية وكان يراجعها 30 إلى 40 يوميا. وهذا يبين لك الحاجة إلى أنه الناس تسعى للعلاج وتدرك أن هي مريضة مو بالضرورة يعني مصدر خطر أو كذا، وأنت لازم تأخذ هذا الأمر. هذه الثقافة نريدها أن تصير ثقافة عامة، ويصير في ألفة واستيعاب واحتواء وإدماج لكل من يعاني من الاضطرابات النفسية، ولا يعامل كأنه مرض ما منه عودة. لا، ترى ممكن علاجه، ممكن تعامل معه، يحتاج شيء دوائي، شيء دعم مجتمعي عائلي كذا، هذا في الأمور هذه. فباختصار حقيقة تسليط الضوء على هذا العنوان هو مواكبة لما يجري في العالم، وهو يعنون حاجة احنا نشوفها حوالينا من أعراض وأمراض. قد يكون آلام في الظهر، قد يكون إمساك، قد يكون صداع، قد يكون بقع تظهر على الجسم، وايد أعراض. واقع الأمر قد تكون هي جسمانية لكن أصلها وجذورها نفسية. فمن هنا كلما ارتفع مستوى الثقافة أصبح التشخيص أسهل، التعامل معه والعلاج يكون أسهل لصالح جودة الحياة، لننتقل من جودة الحياة إلى الحياة السعيدة. نعم، دائما جميل دكتور أحمد، وأنت أيضا دكتور خالد، شكرا لكم على تواجدكم معنا في ليالي الكويت. نشكركم جدا على حضوركم اليوم معنا، وأكيد نتمنى المشاهدين استفدتوا من حلقة اليوم مع الدكاترة اللي معنا، ووضحنا بعض اللقط اللي صاير، ويتجدد اللقاء باكر في حلقة جديدة ومنوعة في برنامج ليالي الكويت. نقول لكم شكرا على المتابعة والمشاركة معكم، وتصبحون على خير. مع السلامة.